مباراة مهمة جدا وسط حضور جماهيري من جماهير نادي الإسماعيلي الحبيب جدا على قلوبنا، بس بعد الماتش ده يعني نرجع تاني يا حبيبي. أكيد الماتش النهاردة منافسة قوية جدا، لو بصينا للمعطيات بقى إن تاريخ المباريات، وإحنا يمكن بنعرض بعض أهداف المباريات اللي فاتت بين نادي الزمالك والإسماعيلي. نادي الزمالك بقى له 12 مباراة متتالية بيواجه نادي الإسماعيلي بيكسب، ما تعادلش. اخر 12 مواجهه لنادي الاسماعيلي امام نادي الزمالك لم يتعادل نادي الزمالك، فوز فقط لنادي الزمالك. هل ده ممكن يمثل ضغط؟ هل ممكن ده يبقى كارت لتحميس لاعبي الاسماعيلي انهم يادوا بصوره مغايره لاكثر؟ بقاله اكثر من 5 سنين لم يفز على نادي الزمالك، ممكن دي تبقى حاجه في صالح نادي الاسماعيلي، حافز اكبر بجانب الجماهير. أكيد ده من ضمن الحوافز اللي بيشتغل عليها المدير الفني، وأعتقد إن كمان المركز في الجدول الدوري المتأخر هو حافز أكبر كمان، لأن هو عايز يخرج من المنطقة الخطر. النادي الإسماعيلي نادي كبير وليه تاريخ، فهو شاف إنه لا يليق باسمه وبجماهيريته إن يكون في المركز ده، فالإسماعيلي هيلعب بشراسة، شاف إن دي كمان استعادة ثقة. يعني خد بالك إن أنت بتلعب فريق الزمالك، فما بتقدر تعمل نتيجة إيجابية قدام فريق الزمالك، لا بيبقى في نشوة للمحافظة كلها، وحاسين إن عملوا مباراة كبيرة أمام نادي كبير وقدرنا نخرج من عنق الزجاجه، ويبتدي رفع الروح المعنويه للفريق. عشان كده ابتدينا نسمع عن بعض المكافآت الخاصه اللي بيتم وعدها للاعبين، فطبعا الحوافز عاليه في هذه المباراه، واعتقد ان احنا لا نقل عن مباراه النادي الاسماعيلي اهميه لينا المباراه صحيح. ودوافعها واستعاده الثقه مره اخرى والعوده. انت خلاص بقى انت بتحاول في نهايه الموسم تقدر تلم ورقك ان انا ايه اقدر اوصل لاحسن النتائج في نهايه الموسم، سواء في بطوله الدوري، سواء في بطوله الكاس، سواء في البطوله العربيه باذن الله. فلا ما فيش وقت لتدارك سقطات او عثرات موجوده في الدوري. المطلوب من فريق نادي الزمالك في بدايه المباراه يبدا ازاي وسط الحضور الجماهيري، وسط الضغط الجماهيري، بتلعب على ارضيه ملعب الاسماعيلي، يبدا المباراه ازاي؟ كيف يتعامل مع بدايات هذه المباراه؟ اعتقد ان المباراه دي من المهم جدا استغلال عنصر الضربات الثابته. انا بشوف ان الضربات الثابته سلاح مهم جدا، اعتقد ان النهارده الزمالك لازم يستغل بشكل كويس جدا. ممكن بدايه اللقاء تشهد ضغط على المنافس، وخصوصا ان هو بيلعب على ارض وسط جماهيره، فبيبقى في اريحيه ان انا اللي هضغط على نادي الزمالك، فما انت بتمارس عليه الضغط من بدري بتربك بعض الحسابات. بس دايما زي ما بقول كده الضغط لازم يكون في وعي شويه، يعني صحيح. ما يبقاش ضغط باندفاع ويعمل لي مشاكل في التحولات اللي ممكن تبقى في بدايه اللقاء تعمل قلق للاعبين. دي شفناها في المباراه، خلي بالك اول مباراه تحت القياده الفنيه لاسوري، وشفنا يعني هجمات كتير جدا لنادي الزمالك وتواجد هجومي كبير لنادي الزمالك، وشفنا تواجد هجومي